إلى المريض. أهلا بكم. الأستاذ عبد الرزاق البدوي فاسبيل المرميد FBM المواجهة. بالنسبة لجيلي، الأستاذ عبد الرزاق البدوي اسم نعرفه وكبرنا معه باعتباره واحدا من رواد المسرح بتجربته الممتدة على مساحة زمنية تتجاوز نصف قرن في FBM. لا يمكن حقا أن أصف الإحساس الذي ينتابني حين يعبر الرواد أو يعبر الرواد عن رغبتهم في منح ثقة محاورتهم والخوض في نقاش مهني يخص مسارهم. عبد الرزاق البدوي بحثت عنه منذ مدة واكتشفت بأنه رجل تواصل بامتياز. بالنسبة لجيلي، الأستاذ عبد الرزاق البدوي هو معلم وفنان وممثل ومخرج ومؤلف وسينغراف ومدير فني، والأكثر من كل هذا هو صديق لأجيال مختلفة. تجربة مسرح البدوي مع شقيقه الأكبر الأستاذ عبد القادر البدوي اطلعت عليها شخصياً وبتمعن في فترة التكوين. قبل ذلك شاهدناه في أعمال تلفزية وتابعته في السينما التي دخلها طفلاً قبل 63 سنة في فيلم اليتيم للمؤسس الراحل محمد عصفور. حياته مسرح، ومن وهبوا حياتهم للمسرح أنحني لهم دائماً انحناءة تقدير. بدأ في المغرب ورحل في العام 65 لفرنسا، وبها عمق معارفه وتتلمذ على يد جون فيلار. بالنسبة لجيلي نعرفه ونقدره، وحين أطلب ود رواد الفن عندنا هنا في FBM فالهدف الأساسي هو ترك وثيقة لتاريخ، التاريخ الذي لا يجب أن يطاله النسيان. أنهي التقديم ونمر لفتح النقاش مع ابن درب الفقراء بالدار البيضاء بمساره الغني الأستاذ عبد الرزاق البدوي في FBM لنعبر. شكرا سيدي بلال، وكنشكرك على الكلمة الطيبة، وفي حقها راه قشعر الجلد ديالي يعني. ولكن شكرا، انا رانا سعيد بالجلوس معك وبالمناقشه معك في هذه العشيه وفي هذا البرنامج ديالك الثقافي بامتياز. هذه الثقه اللي للانسان ما يمكن الا انه يفتخر بها. مرحبا بك استاذ عبد الرزاق البدوي. اهلا بكم اكثر. شكرا استاذ. شكرا. واجد النقاش استاذ. انا واجد. اقول لي انا منيع عرفتي عليا وانا واجد. وأول مرة عندي شي شوية ديال الخوف. لا ما خصوش يكون، بالعكس نقول هذا صعيب، هذا بلال شتو شكي، هذا عندك عيب عليا أنا، ما الهادي في الهادي. أنا سعيد معكم، مستعد نجاوبك بكل صراحة. صدات النبي، وبالعكس الخوف حنا اللي خصنا نخافوا، حنا اللي دابا ملي كتجلس مع أستاذ راه خصك تخاف وتخوف. واخا نحاول نمشيو نتكلوا على الله. واخا بسم الله. واحد السؤال اللي بزاف الناس كيتكلموا عليه قبل ما نمشي، لان مازال رجع معك لمرحله الطفوله واللي فيها اللي زاخره بالاحداث. الستينيات والسبعينيات والثمانينيات الى غايه التسعينيات، استاذ الجمهور المسرحي المغربي كيعرف بان فرقه البدوي كتشكل من اخوين. انت الاستاذ عبد الرزاق والاستاذ عبد القادر البدوي، ولكن من بعد عقود من اشتغال بين هاد الجوج ديال الخوت الاساتذه لقينا راسنا امام انفصال غير مفهوم. انا خلينا الجانب الشخصي، الجانب المهني. الاستاذ عبد الرزاق اسس فرقه جديده اسمها فرقه البدوي 65 للاستمرار، في الوقت اللي كانت الفرقه الاصل مستمره وتجربه كان بالامكان ان الفرقه تبقى مستمره وتجربه تزيد تنضج بل وتتقوى من جيل لجيل. علاش التجارب كان في الجانب المهني، علاش التجارب اللي كتكون ناضجه وواقفه علاش ما كان نزيدوش نوقفوها استاذ عبد الرزاق؟ وهو بصراحه غادي نجاوبك انا، يعني كتبان المساله صعيبه حقا وصعيبه على الجمهور وعلى اللي عاش معنا يشوفوا هاد جوج الاخوين تفرقوا ما بقاوش بجوج. السبب ماشي مني انا، السبب من سعد القادر، اولاده كبروا وقراوا وتخرجوا وجاو خصهم يخدموا في المسرح. إذن قال هو غادي تسمح لي غادي انا نبقى نشتغل مع ولادي وانت غادي تشتغل مع مراتك وممثلين محترفين موجودين في الدنيا وكاينين الحمد لله في الدار البيضاء. غير انا شرطت عليه قلت له راه غادي يبقى ديما مسرح البدوي. انا غادي ندير مسرح البدوي 65 الاستمرار وانت غتبقى دير مسرح البدوي. و65 اللي درت انا هي التاريخ الحقيقي لتاسيس مسرح البدوي الاحترافي. هذا هو. وبقينا خوت وكان لا طبعا طبعا حنا غير يعني انا المسرح غير التجربه. هذا مع الاسف. واخا مع الاسف. ايوا على كل حال. واخا استاذ البدوي
الحاجه الطريفه اللي حدثت في المسار ديالك هي ان بدايه علاقتك بالفن كانت داخل البيت ديال العائله. أيه. الاخ ديالك الاستاذ عبد القادر. نعم. البدوي الله يطولوا العمر كان حول جزء من البيت ديالكم في درب السلطان. المقر ديال فرقه العهد الجديد اللي اسسها. منين فتحتي عينيك في الدار لقيتي ممثلين كيدربوا وقضيتي طفولتك في مشاهده تدريب. نعم. هادشي بدا من نعومه الاظافر من الصغر وهادشي راه ما بقاش كيحصل دابا. نعم لا ما كاينش دابا. انا الحمد لله زعما المسرح جات لعندي ما مشيتش عنده. كبرتي جبرتي يعني وليت كنحل باب البيت كنلقى المسرح الناس كيمرنوا في الاسطوان ديالنا. حنا ديك الدار اللي كانت عندنا في دار الفقراء كانت البني ذاك القديم الهندسه القديمه. بيت هنا وبيت لهيه وستار كبيره كانوا كيمرنوا فيها وكنت معاهم. يعني بما انني صغير ما قدرتش نمثل ما كاينش ادواري رحت كنعمل لا ريجي كندير الموسيقى كنت كنجمع الملابس كنت كننظم الديكور. يعني هاد المهن الفنيه من الصغر بديتي كديري ديك فيها من الاولين بديت فيهم انا عاد جيت الاخراج. واخا سمعت تصريح قديم ديال الراحل محمد عصفور. نعم المؤسسه اي الله يرحمه كيقول ونعم الفنان الله يودي. كيقول بانه هذا الفيلم ما قدرش يكملوا بالتصوير وكانت عنده رغبه يكملوا وما عرفناش الظروف علاش توقف. عندك شي فكره استاذ؟ الفكره هو ولا العمل صعيب ولا كيطلب ميزانيه كبيره وخاص الفلوس. وفي هذاك الوقت المرحوم كان بدا كيخدم في السينما العالميه. كان كيبدا يمشي لورزازات ومراكش وهذا. اما انا كنت مواعده قلت له انا موجود ونشتغل معاك بالمزان ونكتب السيناريو ولا بغيتيني تخليني ندير حتى الاخراج نديرو غادي نكتبو قصه كتكمل هاد اليتيم هذا. ولكن كيمروا صور دابا من ديك التورناج. في ديك الوقت. نعم. والناس اللي معانا كيتبعوا معانا. نخليهم يتبعوا واحد المقطع واخا صغير ونادر. من فيلم اليتيم. او الابن العاق. ابن العاق كنتي انت هو البطل ديال الفيلم. شحال كان عندك في السن؟ 75 عندي 57 57 عندي 10 سنين. انا من مواليد 47 57 عندي 10 سنين. تعال تشوفها ها انت وفي هذيك ديال الشورت ها انت غنقرا نمروا دابا المقطع. ايه واخا هذه الخيريه الاسلاميه ديال عين الشق. شنو هذه يا استاذ؟ خيريه هي اللي كتشوف عين الشق ديما فيها كان فيها الاقسام كيقريو وتما هو اتفق معاهم باش يديرني حيت هذيك السيده اللي داتني كيتيم وهذا قالت داتو الخيريه. انا هالخيريه كتكون فيها لا عندك 10 سنين 10 سنين 57 والبطوله معلوم وكنعاونوا معاهم. وفي هذا الوقت كانت السينما المغربيه باش الناس اللي من الجيل الجديد السينما المغربيه كانت في البدايه بعيده كل البعد على المستوى اللي كانوا فيه بلدان عربيه في منها مصر مثلا 57 مازال ما عندناش امكانيات باش نصنعوا عمل كيتوفر على ظروف ديال المشاهده. هذا اجتهاد كبير في ديك الوقت. هو الاجتهاد راه هذا هو النضال من اجل الفن. واعر واعر راجل كان راحل عصفور كان المنتج كاتب السيناريو مصور صانع الادوات ميكانيك راه الا خلصها شي اله. وتخبرك باللي البليم ما قدرش يشريها وجاته غاليه عليها. صوبها عصفور هنا في الدار. والمكياج باش عملتيها استاذ؟ وكان جاب الله عندنا هذيك السيده مراته الله يجازيها بخير عندها واحد خوها كان جا من البلاد ديالها من المانيا وقيله ولا شنو وهو كنا وصاه دار له التليفون باش جاب المكياج. اما خلاص التوزيع ديال الفيلم كان كيديروه في كراج ديال الميكانيك. هو هادشي صحيح عنده كراج ديال الميكانيسيان اللي كان كيشتغل فيه في البيت. اش دار؟ حيد الميكانيسيان ما بقاش خدام وردها لينا قاعد السينما صغيره ديال الكارتي سينما الحي ولاو الاطفال وتا العيالات بعض المرات والناس كيجيب لهم افلام ديال شارلو ديال كوبوي والفيلم اللي انتج هو كنا كنشوفو تما. وانت ديك الساعة كنتي كتبان مع انا الفوق كيبان الاطفال اللي قدك كيبان لهم انت كبير. كبير وواعر وممثل كبير وقلت كان هذه لا نقولها لك قولها لي يا استاذ الله يرحم والديك. انا كان كيطلعني معاه السدة اللي هي عنده ديال منها كيبروجوتي الفيلم وكتعرف هو كيصور الفيلم صامت لان الكاميرا ديالو ما عندوش. اش كيدير؟ كيبدا الفيلم دايز وملي كتطلع عنده كتخلع عنده الخنسة
الميزان الغراف الطرقه بهم كيدير اصوات كيبدا يدير جدن وا بوعزة المؤثرات كيديرها هو غير كيدير الصوت ديال خمسه الناس وداد كيقول وا بوعزة كتقول له المراه زعما يا خليه راه ما جايش كان كيدير جميع الشخصيات وكيشوف في الفيلم والعصا والضرب وهذا كيخلعني انا شي مره كيدير ليا ظهري باش يجبد واحد العصا ويضرب الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كان فنان مجنون مجنون راه الحمد لله اللي في اخر الايام ولات السينما زعما في السنوات الاخيره وبدا كيشتغل بزاف في السينما واحد التاريخ خصني نقولوا هنا يتسجل علينا راه عطى جميع الماتيريال ديالو ديال السينما هداه للمركز السينمائي المغربي وما عرفتوش فين دايروا المركز هو والله ما نعرف مع انه كان خصو يكون في شي قاعه ولا شي فيلا خصو هذا هو اللي خصو يتعرض ايوه ويعرض التصاور ديال الافلام رد بزاف مزيان هذه النقطه هذه مازال نزيد نسول عليها ضروري لا ضروري غنسول عليها لا ضروري نسول فيلم واذا كان هنا هو هداه للسلسله هداه بالكاميرا بكل شيء بكل شيء بكل شيء وفينا واخا استمريت يا استاذ دائما في المرحله ديال البدايه استمريتي مع الاخ ديالك في فرقه العهد الجديد نعم الى غايه العام 65 وهنا الاستاذ عبد القادر جاب لك بطاقه سفر من مديريه الشبيبه والرياضه باش تشارك في رحله تكوين مسرحي لفرنسا أبينيو. تحديدا المهرجان افينيون الشهير اللي المؤسس ديالو نعم. هو الكبير جون فيلار جون فيلار لو تياتر ناسيونال بوبولار تيمبي تيمبي شنو اهم حاجه خديتي من عند هذا السيد استاذ اش غنقول لك اولا لازم هنا واحد كلمه اعتراف لازم نعترف بالشكر والامتنان للاخ ديالي الاكبر إيه؟ استاذ عبد القادر البدوي اللي هو اللي فكر يصيفطني لفرنسا لافينيون في ديك الوقت والله ما كان في بالي ولا عرفت هذا ومشى وضرب مع الشايبه وخلص الرحله ومشينا وفي الحقيقه كنت في معهد كبير كتعرف في افينيون كاين قاعات ديال المحاضرات والعمل اللي داز كنحضروا في المناقشه وكان المسرحيه كنشوفوها في الكنيسه كانت الهول في ليكليز الحيط الكبير ديال ليكليز هو الفون هو الفون ديال الديكور فيه كيكون العرض وباش قدامه كاينه اون كروند سين كبيره فيها شفنا هاملت وشفنا ثلاثه ديال الاعمال الروائع يعني. واحد ولعب فيهم جون فيلار وديك الساعه تعرفت انا على بير فانيك كان ولا صديق ديالي مع شافني وبيضاوي ومغربي وجميل واللباس والحوايج وهذا ولد الوقت في ذاك ولد الوقت غادي معاه وكان هذا ولا صديق ديالي وشاف انا حقاره ما مشيت خاوي الافينيون ديتي معك السوار لانه كنشوفوا انسان اللي جاي من المغرب ها انت ها احنا 18 سنه هادشي كان عندك هذيك الساعه عندي 18 عام ومشينا في القطار زعما كانت رحله ممتازه الباطو القطار حتى لفرنسا رجعتي للمغرب الفائده بلاتي بعدا واحد النقطه سولتيني عليها وما كملتهاش قول لي الفائده الكبيره اللي خديت من جون فيلار هو علمني التاسيس كيف تاسس هو هما كيف داروا المسرح الشعبي الفرنسي وحنا ديك الساعه تصور الاحتراف ها باغي نديروا فرقه محترفه ديال المسرح الشعبي المغربي اييه وخديت من عنده وثائق عطاني دي دوكيمون عطاني صور يعني ورجعتي انت للدار البيضاء وكانت وبدينا التصوير ديال الاحتراف في ديك الوقت كانت ديك الورقه ديال اللي كانوا دايرين هما ديال العروض ديال الطلبه وديال هذا بلا كارت ديال العام خديت منها الفكره ودرناها حتى حنا انا وخويا وكانت حتى ديك الوقت كانت ملي رجعتي التصوير ديال الاحتراف كانت الفرقه ديال المعموره في الرباط صافي المركز كان كيكونوا فيه وقيله المركز اللي كان تاسس ترحيل دار المسرح في كازا في الدار البيضاء المركز المعموره 59 ومن ثم 59 دار المعموره راه هما مشاو لفرنسا بعدا في 59 مشى معاهم حتى خويا عبد القادر داو مسرحيه كبيره في ديك الشطاب وديك هذا داو بزاف ديال واخا مزيان استاذ ياك احنا ماشيين غادي دابا انت دخلتي معايا دابا انا نزيد ندخل هي ضروري الله تبارك الله عليك ما عندي من وهذا الكلام اللي كتقول هذا راه احسن توثيق للتاريخ راه واخا من بين المؤاخذات احنا وصلنا المؤاخذات ابينا راهي شويه اراد لا 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 مؤاخذات مهنيه بسيطه استاذ انت كبير من بين المؤاخذات اللي كانت في فتره السبعينات على المسرح البدوي وهي مؤاخذات ماشي ديال بلال
هي مؤاخذات ديال ديك الوقت ديال فاعلين مسرحيين في حق المسرح الهوات ديك الوقت، هو انه كان المسرح البدوي يميل لاسلوب المستعمر الفرنسي في اطار كتابات الهدف ديالها هو الترفيه، بمعنى هادشي الكلام ديالو ما عندهاش بعد شعبي ونضالي. الله يرحم والديك. بالنسبه لهاد الفاعلين باش الناس اللي متبعين معنا يزيدوا يفهموا، بالنسبه لهاد الفاعلين المسرحيين اللي كان عندهم هاد المؤاخذات، اشتغالكم مثلا على شيكسبير، موليير، غاسين، جونسون. حنا خوانا زعما ديك لا لا نظرهم ماشي لهاد الدرجه هادي، غير زعما ما كانش حامل للقضايا ديال المرحله، بمعنى الانشغالات والهموم ديال الناس الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه. اش كتقول في هاد الكلام هذا استاذ؟ والله العظيم اخويا بلال وانا كنحلف لك صادق، يا هادو اللي كانوا كيهضروا عمرهم ما شافوا المسرح ديالنا، ما كانوش كيشوفوا، ما شافوش، كذوب كذوب. حنا مني كان ديك اللي ترجمت البخيل لافار ديك الساعه ما كايناش بالعربيه، البخيل 69 ما موجوداش، انا اللي ترجمتها وبواحد العذاب، ومني ترجمنا البخيل وواحد عدد ديال المسرحيات على مولير، واحد العدد ديال الاعمال على كتاب عرب. علاش انا التجأت انا والسعد قادر لهاد الاعمال بالضبط؟ لان كان كيجيو فرقه ديال كارسون تيربير كانت كتجي من فرنسا وكيجيو الطلبه ودايرين لهم لي كارت وكيشوفوا كل شهر عرض مسرحي ديال من؟ ديال مولير، ديال شيكسبير، غاسين، ديال راسين، ديال جورج دوندا، ديال اسمو دابا مشى ليا بين جونسون، سؤال بين جونسون درنا عليه وصيت تعلم. ايوا هاد الاعمال حنا قلنا وهذوك الطلبه المغاربه ما كيشوفوهمش ما كيعرفوهمش، ما كاينش مسرح الطالب، خصهم يبداو يجيو حتى هما بحال المسرح باش يكتشفوا يعرفوا. ودرنا لهم يعني خدينا مع السيد طيب واحد المسقات هو باش كان كيخصص لنا كل السبت كل شهر باش كيجيو دوك الطلبه ديالنا يشوفوا عمل مسرحيه. وحنا كوناهم في 65 طلبه الى تعيينه في التسعينات ما استمر حتى واحد كيدير مسرح الطالب. مسرح الطالب الوغ حنا علاش ترجمنا؟ باش هذوك الناس يمشيو مع الادباء. حنا شيكسبير ماشي اديب قدو تخت الله ديال كبير وكبير بزاف وموليير ها وغيره وغيره وراسين وراسين وبن جونسون اللي ما كانوش كيعرفوه كاع ديك الساعه اللي خدينا له حنايا وصية تعلب ها هو مسميها فولبون، حنا اللي درنا عليها وصية تعلب. شنو هذه؟ وصية تعلب مسميها فولبون. الله يا ودي انا شو استاذ راني ضابط معك. براو على هذيك هاد وصية تعلب اللي اشتغلتوا عليها في 71. نتبع واحد المقيطة. اي مرحبا. صباح الخير وانت موسى، علاش ما كتصبحش على الشمس ديالي؟ حيت كتبقى فيا مسكينة. وعلاش؟ لانها محكوم عليها بالغروب المؤبد في هذا الصندوق. استاذ تفضل. رديتك له وانت ذكرتي لنا وصية تعلب خصنا نحضروها. واعر واعر اختاريتيها مزيان. وعلى فكره بعدا واحد الاشاره اللي كتحترم عليها استاذ هي انك درتي واحد الخطوه ديال تجميع اعمال وراها متوفره للبلاد اللي بغى يعمل البحث. كلهم لانه كاين الناس اللي ما اشتغلوش على هذا الجانب نهائيا للاسف وكيمشي وكيمشي معاهم هذا الارتهاب. واللي دفعني ليه استاذ هو الطلبه بزاف حنا كانوا كيتصلوا بنا وكنعطيهم وثائق ومسرحيات وما كترجعش لينا كلها. جيت انا مني جا هذا ولد سفيان قلت له شوف ما نبقاو نعطيو حتى لواحد شي وثيقه صوب لينا ديالنا قناه باش تبقى مترسخه وتبقى كاينه ونعطيهم اللي بغى راه كاين. وهذا راه ارث المغاربه استاذ. ارث ديالهم الطلبه راه خصهم يجبروا على شي معلوم يجبروا على شي وعداد. وصية تعلب. نعم. غنحاول نناقش معك شويه استاذ. هذا عمل مقتبس من مسرحيه ديال بين جونسون. فولبون. خلاص كوميديا المزاجات لا كوميديا دي زيومور. دي زيومور. فولبون اور ذا فوكس. ياك بالتسميه الاصليه اللي كيرجع تاريخها لبدايه القرن 17. 17. انت استاذ ترجمتيها في القرن العشرين من الفرنسيه للعربيه. العربيه. يعني ان النص خلاص الاصلي ترجم من الانجليزيه للفرنسيه. لا احنا ياك استاذ. كان اول مره وباقي ما عنديش شي مستوى كبير والله الا حط حدايا المنجد وهذا بس ترجمته قد بالمجهود ديالك. مجهود كبير عاد دخل معايا السعد قادر في الخدمه في الاقتباس باش نقدوها تولي مغربيه 100%. واخا. انا غير نناقش معك هادشي شويه اما تبارك الله هادشي اللي شفنا هذا راه هو التاريخ. مرحبا مرحبا. يعني عملتي ترجمة ديال ترجمة
ومن بعد كنلقاو بان انت والاستاذ عبد القادر الله يحفظو عاملين الاقتباس بجوج، وانت استاذ عملتي الدراماتورجيا والاخراج. انا عندي غير واحد الملاحظه، ممثل دور ديال موسكا ممثل دور اللي درت له موسى اسمه موسكا في الاصل. الملاحظه ديالي هي هنا عندنا قول هنا كنتحدثوا على ترجمه عن ترجمه ثم الاقتباس، وبالنسبه لي انا الاقتباس راه خاصو توضيح باش نعرفوا الفرق بينه وبين الترجمه والدراماتورجيا. انا بالنسبه لي الدراماتورجيا هي نقل النص المكتوب للنص منطوق وملعوب فوق خشبه المسرح. هذه التدخلات كتبان لي كثيره. علاش استاذ؟ واش بزاف الناس يقدروا يطرحوا السؤال واش كنتوا بغيتوا تكثروا من المهام باش يصبح الاسم ديالكم متداول على جميع المستويات؟ لا 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 حنا اللي بغينا هذاك العمل نخدموه ما كاينش بالعربيه، ما كاينش بالدارجه نهائيا، كاين غير بالفرنسيه. اذا خصنا ناخذوا اولا ونترجموه، ما يمكن نقولوا اقتباس تيكون عندنا التكست بالدارجه مترجم مع الاصل. اذا هذه علاش كنبداو بالترجمه. اييه لان ما يمكنش تشد تكست وتبدا في الاقتباس. بمعنى القصد هو اصلا الاقتباس اعتمادا على تكست ترجمه تقوم بالترجمه انطلاقا من الترجمه لانه كيتفقد المعنى. بمعنى انه راه كاين درجه ترجمه من الانجليزيه للفرنسيه ومن الفرنسيه للعربيه. يعني بعض المرات كتمشي شويه الروح ديال التكست الاصلي ديال بين جونسون. لا تثق بيا، حنا هذه هي الطريقة باش اشتغلنا الأخوي البدوي، وما كاينش في البلاد اللي كيشتغلوا بحالنا دابا. يعني الروح ديال العمل كتبقى هذه هكذا، ملي كناخذوا العمل خصو يبقى على أصله. مني كنديروا لادابتاسيون عاد كنبداو المواقف اللي هي ما يمكنلهاش تكون مغربية، ياك ولا لا؟ ما يمكنش هذا الموقف اللي كاين هنا ما صالحش المغاربة يشوفوه، هو ماشي مغربي، هذا غربي، كنحاولوا نردوه مغربي. كتمغربوه. وكيبقى العمل نقي ومقاد وهذا. واخا. واخا. ما عندي ما نقولها استاذي صافي. نعم. وراه بالتالي راه وصلنا نهيو الشطر الاولى استاذ، شتي الوقت كيفاش كيمر. تبارك. وحنا ماشيين ماشيين شويه بشويه. استاذ مرتاح. من داك الشيء الكبير. ايوا هذا الشيء. والله الخلعه طارت. نهيو الشطر الاول ولكن بعض اللحظات نكملوا في الشطر الثاني استاذ. واخا. ودابا غنهيو الاول. غير الشطر الاول. الامور دغيا كت. واش تي؟ الحمد لله. الوقت معك دغيا كيمر استاذ. الحمد لله استاذ. نتوقفوا اللحظات ونكملوا في الشطر الثاني. واخا. نلتقي بعد قليل. ترحيب بكل من ينضم في الشطر الثاني من الاف بي ام. اليوم واحد من الرواد هنا في الاف بي ام الاستاذ عبد الرزاق البدوي. استاذ بدينا رديتك شويه اللور. نعم. جينا من عند الراحل عصفور، جينا مرينا على جون فيلا. وحنا كنقربوا شويه بشويه. نمشيو نكملوا استاذ ياك. نكملوا دابا صافي. دخل معايا. دخل معاك التيران ديالك. واخا استاذ، هي اللي ما تعاودش. واخا. استاذ كنا كنفتحوا عينينا على التلفزيون في الثمانينات. وانا من بين الناس وكنلقاو نفوسنا امام هيمنه ديال فرقه البدوي على الدراما مغربيه اللي كانت مازال في البدايه ديالها، واللي رغم انها كانت كتفتقر لبزاف ديال المقومات كنا كنقولوا في ديك الوقت هذا الشيء اللي عطى الله هذه الساعه. الان راه ما بقاش اسم البدوي كيدور في الدراما التلفزيونيه. واش تجاوزكم الوقت استاذ؟ والله اعلم. انا باقي في الميدان وكبرنا واخترنا وتعلمنا. هو الشيء اللي كاين دابا عقدوا العمل في التلفزيون، عقدوه وغادي يبقاو لنا نشوفوا ديما هاد الاعمال هكذا. حنا ايامنا ديال التلفزيون كان كيكون مدير ديال الانتاج هذا كيمشي عنده الاخ قادر ودير عندي شي حاجه زعما يا بسم الله يلا سيروا خدموا. كنمشيو لذاك الاستوديو ديالنا ديال عين الشق ما فيه حتى حاجه، فيه غير شي بانوات وشي بيبان. ولكن علاش كنا حنا كنخدموا بزاف والجمهور كيحبنا؟ لان كنجيبوا ديورنا وديور العائله ديالنا والديور ديال الممثلين، فراشات المضارب، الفراشات، المريوات هذا. وعاد كاين شي ناس اللي كيبيعوا الاتات في المدينه تما في الدار البيضاء كيحبونا كيعطيونا الاتات بلا 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 ما يكريو لينا. وكدير اعمال نقي واعمال نقيه. وباقي الان ما غاديش نقول هذا تحدي الا بغيت نقوله. قول. انه جيبوا لي اعمال مغربيه مصوره في هذه 20 عام مع اعمال ديالنا حنا غادي ننجحوا فيها، حنا اللي غنربحوهم. ام تيقنا علاش؟ بالنقاء وبالحوار نقي. وحنا كنديروا ديما العمل ديالنا
تشوف امك وباك وجدك جالسين. دابا اليوم الى دات بزاف الاعمال ماشي كلشي بزاف الاعمال الوالدين وهذا كيخرجوا كيدوزوا للبيت الاخر لان تبدا الهضره ديال التقريبه مع هذاك ما نقولش تقدر تقول هذيك المفردات هضره ديال الزنقه كتبدا تشوفها في التلفزيون في الاسره المغربيه. واحد من الاعمال كان سلسله ديال النماذج البشريه الله يرضي الله نتبعوا واحد المقتطف في 84 هذه النماذج البشريه الحلقه بعنوان القدر نتبعوا ورجعوا القدر راه بسم الله. وعلاش ما تقوليش بلي المراه هنا كتجلى قوه المراه لانها خوفا من هدم البيت وتشريد الاطفال كترجع لبيتها وهي مآمنه بواحد القوه اللي كيحس بها الراجل اكثر ما كتحس بها المراه. كيظهر لي اختي مازال ما جربتيش وسعد. يا سلام الله يحفظك اختاريتي المشاهد واعره استاذ برافو عليك والله يدق. واخا شكرا شكرا هذا الشيء راه تبارك الله في 84 انا في 84 في 84 اللي بغيت نسولك استاذ عبد الرزاق وانت تصح لي الى شفتيني بانني غلطان اليوم انت اللي تصح لي ماشي انا اللي صح حاجه بحال هذا النوع ديال الحوارات اللي هي متبادله هنا بين الاستاذه نعيمه الياس اللي سبق لها حضرات شرفتني في المويد شفتها في الحلقه اللي غنبقى محتفظ بها الذكرى نعم مدى الحياة وأمينة بركات نعم أستاذتنا الكبيرة الفنانات المتألقات واللي عطاو الكثير للفن هذا النوع ديال الحوارات اللي تبعنا راه يقدر ما يمكنش يستصغم الجمهور ديال دابا وحتى في ذاك الوقت كان الجمهور اللي كان عنده مؤاخذات على هذا النوع ديال الحوارات نعم هذه بالنسبة للناس كثار نعم ماشي لغة ديال المغاربة في التداول اليومي بهذا المعنى هذا نعم جاوب اش كيبان تفضل جاوب أهلا الحاجة الأولى بعد الأساسية هو حنا كننقحوا الحوار ديالنا اييه ملي كنكتبوه كنبداو نقيو حيد هذه ما دارش هذه علاش؟ لان التلفزيون مدرسه الناس الجمهور المغربي ديالنا بغيناه يطلع معنا جينا نبطو عنده اييه بغيناه يطلع يولي عنده حوار زوين يولي كيتكلم مزيان كاينين اليوم في الباديه استاذ كتلقى عائلات كيهضروا بكلمات نقيه وزوينه ما كاينش هذاك الشيء اللي كيديروا لنا هما هو وخوي والتمر فاسيرا لا ما كاينش ولا حوار نقي وممكن يشتغلوا على الدارجه بطريقه تكون نقيه نقيه مثلا لان اللي واقع دابا في الدارجه بنادم كيمشي لما هو جاهز وبالعكس اساءه اللغه ديال المغاربه اللي كيديروها اللغه اللي المغاربه كيستخدموها في التداول اليومي مثلا الفرقه ديال البدوي كانت اللي بغيت نشرح لك هو انه كانت بدات في المشهد الوطني صبحات بعض العبارات او التعابير احيانا ملي كنا صغار حنا كنا كنسالوا عليها لا كنسالوا عليها مثلا عوض الطوموبيل كنقولوا السياره او العربه كاينه هذه السياره عوض الشراب كنقولوا الخمر عوض السوارت كنقولوا المفاتيح عوض البارزه الحقيبه وهذه كتبقى ماشي لغه المغاربه استاذ في التداول اليومي لا ها وحنا غنبقاو مع المغاربه نمشيو معاهم في التداول اليومي في الكلام الخايب هذا ماشي خايب لا قلنا الباليزه لا. او لا قلنا ماشي يعني ديالنا الباليزه هي لافاليز هي لا غير هي فرنساويه معقره لا غير اللي بغيت نقول لك باش تكون باش كتضفي على العمل واحد اللي كيخليه يكون عنده اذا قانون تحقق لا هي قانون اللي انت كتعرفه اكثر مني واسمح لي زعما انا اما الكلام اللي كيكون سقط في الدارجه او اللي اريد لهذا النوع ديال الدارجه ان تخدم هذه راه متفق معك ولكن كاين دارجه اللي ممكن ولكن احنا ما بين ديك الدارجه والدارجه كناخذوا دارجه شويه نقيه وكنعطيوها للجمهور باش يتعلم انا عندي الفرح كبير الى امراه امي ولا اختي ولا جده ولا جدات الاخر ولا هذا تفرجوا في المسرحيه ومن بعد خرجوا غيب جوج ولا ثلاثة الكلمات نقيين تعلموهم حنا انتصرنا مزيان وحنا نمشيو نديرو كلامهم هما عندهم شي دارجة خايبة ماشي ما كتمش بينا مزيان هي اللي نديرو لهم حنا في التلفزيون نقدر ندير غير واحد القوس قول افتح طبعا انا معاك في الكلام ديالك غير هو خلينا فين كتكون بلا غير هو ياك خلينا فين كتكون معايا ولا لا 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 متفق مع فين ماشي في الجواب ديالك غير هو اللي بغيت نقول لك استاذ مثلا دابا لو كان نجيو 2020 ممكن نعملوا عمل اللي يكون فيه حوار اللي يكون بحال هذا بالدارجه المتداوله ديالنا باش يكون قانون التحقق بمعنى ملي نتفرج انا كيكون ديك العمل كريديبل من الناحيه ديال انه كنشوف فيه نفسي
نعم. اللغه اللي كنخدمها في اليوم ديالي. نعم. ولكن طبعا من بعد الاشتغال على الحوار بمعنى التنقيح، ما يمكنش يكون ديك الدارجه اللي بمعنى ما تكونش ديك الدارجه اللي فيها الاساءه. او اللي البعض كيخدمها وبدون ما يشتغل عليها. هذا هو اللي بغيت نقصده استاذ. نزيد معك استاذ في هذا الموضوع الدراما ديال الثمانينات، لا وعسى نقدروا نجبروا واحد الدراما كبير. لا لا لا، نتبعوا دابا واحد المقطع من سلسله نافذه على المجتمع 85. مرحبا هي 85، واحد المقطع من حلقه بعنوان الخجول. فيها انا، فيها انت، زوين هذاك. نشوف واحد المقطع استاذ. شوف، وموضوع زوين هذاك الخجول، موضوع واعر. شكون؟ شكون؟ بلاتي بلاتي، شكون؟ مرحبا. الوالدة مرحبا، نهار كبير. مرحبا 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 أمي. زيد زيد هدى هدى، أجي تشوفي الوالدة. أستاذ هذا النهار كنفكرك بالذي مضى ياك. يا سلام. هنا أستاذ كنوجدوا الفنانة العزيزة ديالنا رشيدة مشنوع في دور الأم. نعم. في الوقت اللي اي واحد من الجمهور ما يمكنش يقتنع بانها ممكن تلعب الدور ديال الام ديالك في هذا السلسله. انا اتفق معك. واش فرقه البدوي كانت مدوره نفسها في هذه الفتره بواحد السياج وما يمكنش نستقطبوا عناصر نسائيه اخرى استاذ عبد الرزاق اللي يمكن تؤدي الادوار اللي في السن ديالها وتقنع الجمهور؟ شنو كنت كيوقع بحال هذا؟ انا نجاوب في ساعه. اولا احنا كنا فريق متكامل. ايه ولكن هذا دور. انا جيد. ورشيدة مشنوع معانا كاينه. اييه، حيت فنانة كبيرة ديالنا. اييه وفنانة وزوجة ديال الزعري. وهذا في هذه الحلقة ما عندناش شي دور ديالها هي نهائيا. نديروا لها دور اللي كاين الأبسين ديالها. ما عندناش والو. الشو اللي كاين، كاين هذيك الأم ديال هذاك الولد اللي هو كتلاعبوا أنا هذيك الساعة. حقيقة هي ماشي 100% دورها. تبقى ولكن الضروره حنا اعطينا هذاك الدور. هذا هو الجواب. عطيتي بحال كان صعيب تجيبوا شي. ما كاينش، ما تجيب راه ما كاينش. الله يهديك، ما كاينش ما كاينش، ما نكذبش عليك، ما كاينش. ما كاين لا سياج على فرقه البدوي لا والو. لا والله ما كاين. حنا مدابينا كلشي كيبغي يمثل معنا. اجي غادي نقول لك هذه القضيه علاش جاوبتك عليها بهذه الطريقه. رجعوا شويه للور. قول لي. 65 مع جورج ويلسون. شتي في المهرجان مثلوا لينا هاملت، وهاملت ديك الساعه كانت الاخراج ديال جون فيلار، وكان البطل الكبير ديال المسرحيه هو جورج ويلسون، لعب في الدور تما في المسرحيه. انا ملي بغا كنديروا الجلسه في الصباح ونتذكروا على العيوب وعلى هذا. انا واحد الوقت كاين واحد الروتار طويل ديال واحد المشهد، بقى الممثلين كيبانوا لي انا واحد المهنه كيبان لي متفاجئين شي حاجه غتوقع. طب هو يطلع جورج ويلسون من الدروج. اييه انا غنسولو، قلت له هذاك واش هذاك اخراج انت اللي درتيه استاذ؟ ضروري كان ذاك الروتار. قال لي لا، انا عثرت في الدروج وتعطلت. شتي جاوبني بصراحه. ولكن هذا المسرح. المسرح وهذا بعد الدراما. ما لقيناش الام اللي تلعب. قول لي يا سيدي ما لقيناش. والله ما كايناش. سول هذيك الساعه. لا ما خطيره بدي تجاوب. ولكن احنا متفقين بانه ملي كنشوفوا هكذا كنشوفوا بانه ما يمكنش الاستاذ مشنوع تكون امي. انا متفق معك. الانسان ما يغلطش في 80 يعني، وخدينا التلفزيون في 65 راه سنين هذه. لا بدا تكون بعض الاغلاط. لا داك الشيء والحمد لله اللي. اما المواضيع المتناوله ولا لا، المواضيع باغينها الناس الحمد لله، وكنبحثوا عليها بالمعقول، ومواضيع اجتماعيه مغربيه اسريه، الاسره كتكون فرحانه. تشوفها صحيح. واخا استاذ نكلو شويه على السينما، كانت عندك ادوار في السينما. اي على السينما. لا انا عرفتك. ولكن ملي بزاف ديال الرواد ضيعوني في السينما. ولكن ملي بزاف ديال الرواد كاينه ندره في المشاركات، رغم انك شو دابا الغالي في الامر استاذ. انا واحد منهم. رغم انك وقفتي قدام الكاميرا ديال الراحل عصفور في 57 وانا عندي 10 سنوات. ايوا شنو وقع من بعد؟ ما حاملينيش حيت انا سبقتهم. غير ما علينا غريب. نقول لك هذه الحقيقه، ما حامليك. شوف السنوات الاخيره ويسمحوا لي لان غنقول كلمه حق، هاد المخرجين الجداد ديال هاد الافلام الجداد، البعض منهم البعض ماشي كلشي معلوم، ما باغينش الناس القدام. صافي كيجيبوا ولاد جداد وممثلات جداد، علاش؟ الله اعلم. أو لا كيجيبوا شي ناس قدام اللي ماشي بالضروره عندهم وظيفه، ولا قديم ما عنده لا اسم لا تاريخ، ولا غير قديم غير دوز
30 عام في القهوة قلت اسمه ممتين. ما كيكونوا لا اقتراحات لا والو في السينما، شي اقتراحات اللي السينما؟ لا انا اللي نقول لك حقيقة لنا غريبة، انا اشتغلت في اعظم فيلم يمكن ويتقلقوا علي الا بغاو، هو ديال الملائكة لا تحلق فوق الدار البيضاء. أيه؟ مع الاستاذ والمخرج الكبير ديال بصح اللي هو اللي كان المخرج وكان هو المنتج يعني العسلي الاستاذ العسلي الله يعطيه صحيحته، عيط عليا اشتغلت معاه، شفت الخدمه استفدت، والله الا استفدت منه استفدت وخدمت الدور كيف ما بغى هو وخدمت، وكان عندي امل انه مازال تفتح الباب والو. من بعد الملائكه لا تحلق في هو دار فيلم اخر من بعد شي 4 سنين ولا 5 سنين هو عاوتاني عيط عليا. السينما المغربيه ما كتكتبش على لي بيرسوناج، ماشي بحال مصر كتشد فيلم كتشوفو مكتوب على هاد الفنانه، كتشوف فيلم مكتوب على عادل امام، هاد فيلم مكتوب على نبيل عبيد. كاين حنا ديالنا كيكتب قصه وكيهرب على الشخصيات وعلى هذا وكيدير داك شي شخصيات غير صوار، شي ام قرياش ماشي يجيبها من الباديه، شي اب كذا باش يكون كما كان. ماشي كلشي، كاين شي محاولات دابا قليله التقبيه والله الا يسمحوا لي، راه ما خدامينش السينما المغربيه الافلام العظيمه ديال بصح اللي باغيين يكونوا فيها ممكن قليل 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 كاينين ولكن قليل. على الدعم اللي كياخذوا دابا وعلى الاهتمام وعلى كياخذوا دابا دعم كبير وفلوس كبار ولكن ما كنعرفش فين كيديروا. نرجع غير واحد النقيطه استاذ تقدر تفيدني فيها. نرجع للجانب ديال الدراما مثلا، عمل تلفازي شحال كان كيتقام في ديك الوقت؟ الا كان عندك غير تقريبا فهاد السنوات اللي حنا كنخدموا ايه والو كيعيط عليك يقول لك هذا العمل هذا نعطيوك فيه 5 مليون في حلقات ديال ولا لا في الحلقه او في في المسرحيه. يعني حنا ما عمرنا في تاريخ حياتنا في التلفزيون مني بدينا خدامين الى ثلاث سنوات الاخيره إيه؟ ما وصلنا لشي انتاج ب10 مليون ما كاينش 5 4 3 7 هذا هو يعني من وكل شيء عليك ملي بدات كترتفع شويه الظريفه انتم خذوها الاخرين حنا كملوا واخا استاذ كنتي من بين الناس الاوائل اللي حاولوا باش ياسوا العمل النقابي الخاص بالمسرحيه. نعم ها واحد الصوره شوف معايا هذا الاجتماع هذا 1998 خياط اجتماع هذا كنت من الناس الاوائل اللي حاولوا باش ياسوا العمل النقابي استاذ الخاص بالمسرحيه من خلال النقابه اللي حسب الوثيقه اللي عندنا هنايا اسمها النقابه الوطنيه لرجال المسرح استاذ بالله سيدي انا عندي عاود فيها ضروري غنتكلم راه من البارح وانا كنوجد الحلقه وانا كنتسنى غير الفرصه استاذ هذه تسميه ذكوريه محضه انا بان لي هنا كاين حضور العيالات وخصنا ما نديروش حضور حضور نسوي كبير تبارك الله كاينين هذا راه مفهوم ذكوري كان عندكم ها انت الصوره كتكلم على المساله وماشي بعيد كنا كاين الاستاذ الراجل هو اللي كاين نعيمه الياس الاستاذه نعيمه المشرقي ايوا كتسميوها النقابه الوطنيه لرجال المسرح ولكن 3 ولا 4 العيالات قدام 20 ماشي رجال المسرح لا احنا مشينا مع ديك الفقفاء ديال فرنسا لي زون اوم دو تياتر اوم دو تياتر فهمتي الى جيتي تشوف اوم دو تياتر بالفرنسيه كتعطيه واحد القيمه واحد المفهوم واحد اكثر من رجل المسرح حيت رجل المسرح تقدر دير ليه رجل اطفاء ايوا هي اش قلت لك انا قبيله الترجمه ملي كتعمل كانت خايبه كل واحد وكيفاش متفقين غلطنا في الاسم التسميه واجي نقول لك وكنا غير نسميوها النقابه الوطنيه للمسرح المسرح ولا للمسرح المسرح المغربي بعض المرات كان كيكون في ديك الوقيته كما قلتي مزربانين وهذا وقتنا وكذا وكنشوفوا تجارب اخرى كتبان لك لي زوم دو تياتر وقيله غير نديروها كنصدقوا في رجال المسرح واخا وانا والمهم استاذ حاليا انت متبع الساحه شويه معلوم قول المسرحيه طبعا وي هذا ميداني قول لي راه اين موقعكم حاليا في المسرح من العمل النقابي او استاذ في المسرح المغربي عندك شي موقع ولا رجعتي للور في النقابه حاليا في العمل النقابي انا رجعت للور أيه؟ علاش علاش خديت زعما نرتاح انا من المؤسسين
30 عام وانا في النقابه وداري واتاي والماكله والخدمه والكتبه 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 وهذا وما خديت حتى ريال ما كنتخلص انا كنعطي الفلوس من جيبي دونك سا سوفي عييت قلت لهم انا عييت ولكن اذا كان شي مؤتمر ولا شي استشاره وهذا انا موجود ما ندخلش عليكم ولكن ما نقدرش نلتزم معكم الاجتماعات تنصحتي تنصحتي استاذ حاليا ما بقاتش تساعد بحال هكا صح اللي قال لك انا كندور طوموبيل ونجمع الاعضاء ونجيبهم ولا ما كاينش فين يجتمعوا يجتمعوا في داري ولا ما لقينا ندبر على قهوه ولا ندبر على هذا هذه الديناميكيه ما بقيتش الجهد ما بقاش الجهد ولكن تبارك الله راك مازال الدليل انت اليوم انت راك سكتيني يا استاذ لا حتى هذا اليوم جاي مآمن بلي غنجلس مع انسان مثقف فنان عارف خصني نكون معاه ند للند ونكون ياك راح والحمد لله ماشي لا لقيتك ممتاز الله يكبر بيك والحمد لله باقي ما زيرتيني لا لا ما كاين صعيب نزيرك انت استاذ استاذ نعطيك ثلاثه ديال الصور وفي كل مره نخليك تعليق ايوا الله غير نشوفهم هذه غاتشوفهم ان شاء الله كبير ياك ها الصوره لا ما يمكنش ما تشوفش هذه السيده هذه استاذه والفنانه ديالنا عائشه ساجد هذه الفنانه ماشي حيت مراتي واحد مراتي مراضي لا ما فيها باس لا لا مره بعد في الاسره وفي مع ولادها ومعايا وفي الحياه ديالنا اللي خطي عليها هي يدي اليمنى واليسرى وفنانه كبيره وفنانه كبيره ملي كتعطيها دور خصها تكون عاجبها هذاك الدور ما تدويش معها تعطيها الدور ديالها كتخدمه كتخدم دورها كتخدم هذه من الممثلات القلال اللي عندنا في المغرب اللي كيخدموا الادوار ديالهم بصح نشوفوا الاسم الثاني شكون هاد السيدة دا درتيني انا دابا هذيك عائشة سرتيها علينا دابا والله دابا 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 الأستاذة ساجد صافي خدات الشهادة ديالها ولكن غفلتيني غفلتك تقول لك خايبة وصعيبة لا ما يمكنش هذا الأستاذ مصطفى الزعري أييه مصطفى أي عاد بان لي مزيان دابا صديق أييه جا عندنا الفرقة في الستينات وكان زعما ممثل شوية هنا وهنا وهنا ولكن معنا حنا عاد ولا فنان مسرحي رجل المساعد المعقول رجل عطاه وتكون وعطى اعمال ومثل معنا في اعمال كثيره وشتي هذا الرجل هذا الحاجه اللي ما عمرني ننساها في حياتي ليه وخصهم يتعلموا منه الاخرين هذا كان بطل ديال المسرحيه وحنا دايرين جوله مثلا مشينا للجزائر لاعبين وليدات الزنقه هو القاضي راه قبل ما ندخلوا للمسرح كيوقف الكار كيطلع الفوق ويبدا يمد في لي بانو ويجمع وينزل خدام في لاريجي الناس ديال المسرح كيسحبوه ماشينيست ولا ريجيسور ما عرفتش بين كوميديان في الليل كيشوفوه كوميديان واعر هذا رجل تعتمد عليه رجل الميدان كيخدم وطبيعة الحال دابا راه بديعية شوية راه كبر راه حتى هو واقيلا واش عنده شي 200 عام ولا شحال راه كبر زعما وصديق ديالي عاش معايا من 65 65 ورا داك عقود عقودها ملي ولات الفرقه احترافيه جا عندنا ومن بعد جاب لينا الداتسوكين حتى هو من بعد نشوفوا الاسم الثالث استاذ الثالث شكون؟ هذا الاستاذ الكبير الفنان الكبير احب من احب وكره من كره الحق يقال كبير رجل المسرح كبير وما كيعترف غير باللي كبير بحاله اييه انا راه ملي بغى يدير الاول اسيستون هذا طلبني نكون اسيستون ديالو ودرت معاه اسيستون وكنت ممتاز واستفدت وفدته رجل ممتاز رجل مسرح واعر ممثل كبير حتى هو تلمد على يد جون فيلار جون فيلار ومخرج كبير كيقول لك والممثل اللي تعطل عنده ملي كيجي يقول له استاذ ما عرفتي والطوبيس هذا كيقول له سير بحالك اما كيجري عليه اما كيقول له سير ترى غدا واجي اما كيقول له ما باقيش تمثل معايا انا الى هذا يعني رجل شنو بغيت نقول لك تكنيسيان سي ان كرون تكنيسيان دو تياتر ماروكان استاذ ما عندناش خمسه استاذ كبير ما عندناش خمسه منه الله يرحمه الله يرحمه كنا مازال باغينو ولكن القدر وربي كبر من الجميع والكلام ديالك استاذ كلام كبير في حق واحد استاذ كبير الله يرحمه استاذ مشي دابا الكاريكاتور ديال خالد الشرادي ديالي ضروري ناري ذا الكاريكاتور كنشوفو عندك برا برا وديما كيتفاجئ الضيف ديالك ديما كيتفاجئ ديما
هذا الشر هذا نقدر نشوفه من بعد. شوف غنجيبوه لك باش تلاقاه باش صافي تفهم معاه. نشوفوا الكاريكاتير. خالد تبارك الله. اي على خالد وهذوك البدر فينا ومع خالد. اوكي كاينه وسام. اي تبارك الله. وفي التعليق اكثر من نصف قرن ونستمر. هذا تعليق كنظن بانه راه كيشير شكرا للذكرى الخمسينيه اللي كنتي عملتي. نعم هذا العام اللي فات على 50 سنه على بدايه المشوار ديال لا ديال المسرح ديال المسرح الاحترافي ديال المسرح الاحترافي. ما انا راه بديت 56 الهاوي جمعيه العهد الجديد. تبارك الله لا ممتازه والله الا وانا كنت مخلوع من هاد الشرادي لنا شي مرات كتشوف 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 داك الضيف مخلوع كيقولوا انا هكا. دابا انت ما عندك ما تسال خالد انا هذا هكا انا غير البوادر مشاو. لا مازال كاين تبارك الله الوجه الشعر الراس ومازال كاين الرغبه في المواصلات تبارك الله عليك. زعما اللي دوان اللي دوا ياكل العصا. وهذا الكاريكاتور بالاكيد بانك خصك تحتفظ بها استاذ. ناخذوه ونكبروا ونديروا الصوره في الدار عندي. اسيدي خالد الشرادي ما عندك ما تسالوه. لا تبارك الله عليه وشكرا والله بغيت نشوفه انا هذا الراجل والله. هو شويه سي ان نوم انفيزيبل. ياه. لان عرفتي علاش؟ لان كيحطني في مشاكل مع ضيوف كثر وكيهرب. كيهرب. عندك. ولكن اليوم كنخصو يحضر. لان. لا كاين. اليوم كنخصو يحضر لان هذا. نسلم عليه وانت هو غادي يبغي يشوفني شحال. ما عمرنا تلاقينا انا وياك. وقبل ما تمشي ضروري هاد لاكاسكيت. اي راه كنتسناك. لا ما ننساش ضروري. ما تدورني فيها ولا شي لا. ضروري يا استاذ. نقول لك فينا هي. ادب. مازال غنزيرها شويه انا. ما ولكن راه عرفتي. شباب ما كاينش. شباب. وواحد غير قبل ما نكملوا واحد الحاجه اللي كنت ديما كنبغي نقولها الاستاذ عبد الرزاق البدوي لما نلتقيه. عفة النفس عند الفنان. هذه المساله هذه استاذ تحترم عليها. ضروري. عفة النفس ضروري. لا ما عندش الفنان عفة النفس. ولو انه بعض المرات يكون شويه مقصح. لا واخا يبقى عفة النفس. يبقى لان فين كتبان هذيك عفة النفس؟ هي ملي كتقصح وتهضر بالاذان. ايه وتبقى مزيان. ايه اما اذا كنتي ما كايناش عفة النفس وتقصح ولا يمسك شي واحد ولا عاير وتجاوبوا بما كبر وما دا ما بقاتش. ما بقيتيش صافي. ما بقيتيش فنان. وليتي بحالو. يا استاذ كي جاتك مزيان؟ ايوا هائله وانت لا كاليتي ممتازه. ايوا شوف انت استاذ زعما شكرا. الناس اللي عطاو لك سير راه خصهم كاليتي اللي كيستحق. حاولت نوشك ولكن تبارك الله عليك يا استاذ مازال الحمد مازال كاين واقف تبارك الله عليك. انت انا شوف عجبتك عطيني شحال عشرات بدي استاذ عبد الرزاق البدوي. انت كبير وغتبقى كبير في حياتك اخويا. شكرا شكرا استاذ شكرا على الثقه. فرصه الى الملتقى. اذا فاس الى المرمى.